وأيضا في دوري الأبطال، وقال وأعتقد أنه كانت قالوا لي أنه كان منذ 7 سنوات على ما أعتقد. مظبوط. إذن كل ما نراه الآن شيء رائع بالنسبة لي. أيضا يوجد مباراة العام الماضي وداد، مباراة الوداد كانت مهمة جدا، وعدنا من الفشل في العام الماضي. إذا تبقى دائما في الذاكرة، وكيف ليس من السهل أن نلعب ضد الوداد، وماتش مباراة العودة هنا كان مباراة، المباراة الأولى على ما أعتقد أيضا كانت كأس السوبر أيضا. إذا كانت اللحظات المفتاحية بالنسبة لي أن تفوز وتأثيرها على المشجعين. أعتقد أنها كانت مباراة الزمالك والوداد وأول سوبر تفوز به في وجودي. أعتقد هذه اللحظات رائعة. أقول لكم أن مباراة النصف النهائي كانت أصعب، أقول لكم بكل وضوح، كل الفرق تتمنى الفوز على الأهلي، إذن الجميع يتمنى الفوز علينا وهذا يصعب الأمور. إذن نحن في قمة السعادة بكل فوز نحققه وليس البطولات فقط. إذن في جميع هذه اللحظات تكون محفورة في الذاكرة. إذن من الصعب أن ننساها، وجميع اللحظات رائعة. لازم أسألك سؤال طالما جبت سيرة الوداد، لأنه ده فاينل لا ينسى. يعني حصل إصابة خفيفة للشناوي، إصابة خفيفة لعلي لطفي، مصطفى شوبير حارس صاعد الكل بيتنبأ له بمستقبل جيد و لكنه كل من في مصر فوجئ بأنه مصطفى شوبير كان أساسي مباراة، ملعب مليان على آخره، أول مباراة أفريقية للاعب، والشناوي طلب أنه يضحي وأنه يلعب المباراة رغم أنه كان عنده بعض الشعور ببعض الألام. علي لطفي قال لكم أنه ممكن ألعب المباراة. إزاي اتخذتوا قرار لعب مصطفى شوبير في هذا اللقاء، ثم بعد أدائه الجيد هناك في المغرب الكل فوجئ أنه خارج القائمة تماما؟ ده قرار أعتقد من أصعب القرارات. يعني بالفعل كان قرار صعب، لأن الحارس الأول مصاب والثاني مصاب، لكن ما كانوا لم يكونوا جاهزين بنسبة 100%. هنا يجب أن نضع الثالث، الحارس الثالث، ونضع له الثقة ونعطيه الثقة. إذن وكل هنا أقول لكم أننا نضعه لأنه يظهر الكثير خلال التدريبات، وأنه لم يأتي ما بين يوم وليلته. إذن فهو يؤدي أيضا، وهو له تاريخ معنا في التدريبات وله خلفية رائعة ويؤدي بشكل رائع. إذن كيف نضحي بحارس مصاب لأنه يريد أن يلعب من أجل الفريق، فهذا يضعه في خطورة أكثر. إذن أقول لكم أنني أعتقد أنه إذا ما أتذكر أنه بدأ في 2020 على ما أعتقد في شهر أكتوبر، على ما أعتقد لعب في 3 سبتمبر كأس مصر. نعم كأس مصر في 3 سبتمبر كانت مباراة صعبة، الأول ترسانة وبعد كلاعب أسوان. نعم أول مباراة كانت ترسانة ثم أسوان. نعم وفزنا وهو أدى بشكل رائع. إذا رأينا أنه كان لديه موهبة أيضا، ومن الصعب أوفى مصطفى شوبير، يجب أن هل من الصعب أن نقوم بإحضاره ونقول تفضلوا هذا هو اللاعب الذي سوف يحل؟ لا، إنه لاعب جيد، إنه مخلص. يجب أن تكون صادق مع نفسك، يجب أن لا نهمل لاعب موهوب لأنه يحمل اسم شوبير. وأقول الحقيقة، إذن هو موهوب. إذن بالنسبة له كان لديه الكثير من الصعوبات أكثر من الحراس الآخرين، لأنه عليه الكثير من الضغوط، وسوف نحكم عليه. إن قام بفعل أحد الأخطاء العادية سوف يكون الحكم عليه قاسي. إذن هو شاب وأتى إلينا، أنا رأيت عقليته وتحدثت معه الكثير هنا وفي هنا. أقول لكم هنا وفي أوروبا في كل مكان الجميع يتحدث ولا يملكون غير الكلام، لكن هنا العمل
هنا دور العمل. إذن وهنا أتت اللحظة، مارسيل كولر كان عليه أن يأخذ القرار، وكان صعب أن يأخذ القرار. شناوي حارس أفريقيا الأول، علي لطفي إذن هو البديل له، الاثنان في إصابة وخطر ووضع أوفا، وبالفعل وضعنا فيه كل ثقتنا، لأنها أقول لكم أن دائما ما تكون الأمور صعبة في التدريبات وليس مرح. إذن وهناك الكثير من الأشياء يتعلموها، لكن خبرة المباراة هي كانت من الصعب التي نتحدث عنها. أقول لكم لماذا لعب النهائي شناوي، أقول لكم صعب، مباراة النهائي صعب بعيدا عن كرة القدم، هناك ظروف أخرى نخشى على عليه منها. إذن كان جاهز، ولكن أقول لكم أنه أيضا في مباراة هنا في مصر كان جاهز بنسبة 100%، وخاطرة، ومارسيل كولر أخذ المخاطرة وخاطرة مخاطرة كبيرة، لكن لم يكن لدينا خيار آخر. القرار في النهاية كان قرار مارسيل كولر. بيسير. تأكيد، بالتأكيد. لما